دكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، البورد الأوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بإيطاليا، استشاري علاج وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الجراحي والمناظير التشخيصية والجراحية لأورام الحنجرة والأحبال الصوتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عضو مؤسس بالجمعية العربية لجراحي الأنف والجيوب الأنفية ومناظير الجيوب الأنفية، عضو مؤسس للجمعية المصرية للحنجرة والشخير واضطرابات النوم. له العديد من الأبحاث التي تم نشرها بكبرى الدوريات الطبية لجراحي الأنف والأذن على مستوى العالم، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية داخل مصر وخارجها، ومن أبرزها مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لجراحي الأنف والأذن. عنوان العيادة 50 شارع سيدي جابر، محطة ترام كليوباترا الحمامات، الإسكندرية. تليفونات العيادة 012-760-103-98 أو 03-54-22-393. عيادة الدكتور أيسر بسالي جميع الخدمات الطبية والفحص الطبي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة بكل دقة، وأيضاً باستخدام البنج الموضعي، ويوجد داخل العيادة مناظير الحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص حالات بحة الصوت وأمراض الحنجرة، ويتم تشخيص الأذن بالمنظار التشخيصي المناسب. وبالعيادة أيضاً أحدث أجهزة رسم السمع وضغط الأذن لتشخيص جميع حالات ضعف السمع والارتشاح المائي خلف طبلة الأذن، وكذلك القياسات الدقيقة لعمل السماعات الطبية لمرضى ضعف السمع. عرفت دكتور أيسر عن طريق ناس قريبنا، في ناس كتير عندنا في العيلة عملوا عمليات عنده، عندنا هنا على طول باستمرار الدكتور بيتابع معنا. أنا جربته كمان في كشفين قبل كده عن طريق ودني وعند الجيوب الأنفية، لأن هو دكتور شاطر في موضوع المنظار اللي عنده. أنا بنتي دايما كانت بتعاني من رشح في مناخيرها، وعلى طول بقها مفتوح وهي نايمة، كانت دايما أدوار برد متكررة كتير، فعانيت جدا جدا ولفيت على دكاترة أطفال كتير. كل دكاترة الأطفال كانوا بيكتبوا أدوية طبعا للبرد وحاجات عادية، لكن وسألت قعدت أسأل كتير، طب أنا يعني المشكلة مش بتروح، المشكلة لسه مستمرة، الرشح وعلى طول فتحة بقها وهي نايمة. فطبعا دي حاجة كانت مضايقاني جدا، مش عارفة تاخد نفسها طبيعي. ولما سألت وجهوني يعني سألوا لي على دكتور أيسر، رحت له. أول ما كشفت عليها طبعا عارف المشكلة على طول، وقال لي لا ده مش برد ولا حاجة، دي حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية، ودي بناخد لها علاجات لغاية سن معين، وبعد كده لو ما رأيتش يعني وما خفتش بنتدخل جراحيا. لكن نشكر ربنا هي اتحسنت كتير كتير بالعلاج، والحمد لله نشكر ربنا ومرسي لدكتور أيسر. طبعا بالنسبة لحالة الطفلة لافينا، زي ما مامتها بتقول ان عندها رشح مستمر ما بيقفش، ودايما مناخيرها مسدودة ودايما بتبقى فاتحة بقها. طبعا هي دي طفلة يعني نموذجية للحساسية بتاعت الجيوب الأنفية، ودي حساسية بتبقى مزمنة شوية، وبتبقى فيها عامل وراثي عائلي من الأسرة، من الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة. لكن في الفترة الصغيرة دي في السن الصغير طبعا بناخد كورس علاج، بيحصل تحسن بنسبة كبيرة، وكل ما الطفل بيكبر الحساسية دي بتتحسن. بس هي يمكن حالة الطفلة لافينا ان فيها جزء لحمية صغير، احنا طبعا ما بنعملش اي تدخل جراحي قبل سنتين ونص ثلاثة، لانه في الاغلب ان كل الاولاد بيبقوا مولودين باللحمية دي، لكن عند سن السنتين ونص الموضوع ده بينتهي. فاحنا حاليا في الفترة دي بنديها كورس علاج للحساسية، والامور بت
تتحسن كتير بإذن ربنا. احنا هنا عيادة الدكتور أيسر، والعيادة بيكون فيها فايلات لمتابعة المريض حتى لو بعد فترة طويلة، وتتميز العيادة بوجود رسم السمع وضغط الأذن، ودكتور أيسر هنا بيكشف بالمنظار.